السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نواصل محاضرتنا في موضوع المناعة. الحديث اليوم إن شاء الله هنتحدث على الانفكشن، كيف الجسم بيحاول يتعامل مع الانفكشن العدوى، سواء كان انفكشن من فيروس، في انفكشن من بكتيريا أو باراسايت أو فانجس. وحنتطرق إن شاء الله إلى بعض من الطرق اللي بيحاول هذه الميكروبات تعمل عملية بسموها اميون افيجن. اميون افيجن يعني كيف تهرب من المناعة، في هناك لها طرق معينة ان شاء الله حنذكرها. فنبدأ ان شاء الله الحديث في موضوع المناعة، اميونيتي اجينست فيروسز، انيت اميونيتي. في عنا انيت اميونيتي كان بيضان، واحنا عارفين انيت اميونيتي تذكروا في له element هيومورال إليمنت وسيلولار إليمنت إذا ذاكرين، تمام. ومن ضمن الإليمنتس اللي بيساعدوا في موضوع الديفنس، الدفاع، اللي هو الانترفيرونز. طيب في عنا انترفيرون تايب اسمه تايب 1 اللي بتمثل في انترفيرون ألفا وبيتا، وفي عنا كمان النيتشر كيلر سيل، تمام. إذا عنا الإير ديفنس انترفيرون ألفا وبيتا بيجي من خلايا زي النيوتروفيل أو اللي هو خلية الفايبروبلاست، تمام. وكذلك الانترفيرون جاما بيخرج من التي سيل، وكذلك بيخرج من النيتشر كيلر سيل، اوكي. وكأنه مهم في الايرلي بروتكشن. على كل ان هذا الانترفيرون لما بصير عندي انفكشن بصير هناك خروج لهذا الانترفيرون بحيث انه الخلايا تتنشط، تمام. وهذا الانترفيرون بروح على الخلية المصابة بالفيروس. اذا الانترفيرون ايش بيعمل؟ ستيموليت برودكشن اوف ام اتش سي كلاس 1 مولكيول اند بروتيوسوم بروتينز ذات انهانس ذا ابيليتي اوف فايرال انفكت سيل تو بريزنت فايرال بيبتايد تو تي سيل. ايش معنى الجمله هذه؟ معناته انه الانترفيرون عندما ياتي للخليه المصابه بيعملها تحفيز انه يا خليه انتجي لي ام اتش سي كلاس 1 وانتجي لي بروتيوسوم. البروتيوسوم اللي هو عباره، خلينا نقول عباره عن زي ماشين في داخل الخلية عشان تعمل عملية تحطيم للبروتينات تاعت الفيروس، ويحصل ايش؟ عملية عرض على الـ MHC class 1 لهذا الفيروس عشان تتحفز خلية، عشان تيجي خلية تي سايتوتوكسيك وتعمل عملية ايش؟ كيلينج لهذا الانفكتد سيل، تمام. اذا الانترفيرون كمان بيعمل بوت ذا نيبر سيل ان انتي فايرال ستيتس. يعني الآن بيحصل إنه قلنا الانترفيرون أجى على الخلية المصابة ونشطها، وكذلك الانترفيرون بيقول للخلية تنشط وتنتج كمان إيش؟ تنتج انترفيرون بتروح على الخلية اللي جنبها مباشرة اللي ما فيش فيها عدوى، اللي ما صارش فيها إصابة، بحيث إنه تهيئ نفسها زي ما هيئت نفسها الخلية الأوريدي مصابة، واضح؟ إذا هذا من ضمن الشغلات اللي إحنا نحكي على الانترفيرون. إذن prevent viral replication also cells respond to interferon. بقول لي كمان الانترفيرون بيحاول يعمل إشارة للخلية، يا خلية انتجي لي إنزيمات معينة حطميني اللي هو الفيرال دي ان اي او الفيرال ار ان اي، او منعيلي اللي هو بناء البروتينات بتاعتها بشكل او باخر. اوكي، الانترفيرون بيعمل لي كمان اكتيفيشن للنيتشر كيلر سيل، اوكي. انترفيرون بيعمل لي اكتيفيشن للنيتشر كيلر سيل بحيث النيتشر كيلر سيل ممكن تعمل عمليه ديفنس ميكانيزم اجينست ذا فايرال انفكتد سيل، هنحكي عنها ليتر اون. الانترفيرون ستيمولييت انفكتد سيل تو اكسبريس جون ام اتش سي كلاس 1 تو بي ريكوجنايزد باي سي تي ال، عشان يتم ايش؟ يعني انت ام اتش سي كلاس باين على السطح وعندك في داخلك البيبتايد، على اساس ايش؟ تيجي خليه السيتوتوكسيك تي لينفوسايت اللي هي عباره عن السي دي 8 سيل تعمل عمليه كيلينج للخليه المصابه. النيتشر كيلر سيل، اوكي، لها شغل هنا. في بعض احيان انه بيكون في نوع من انواع الفيروس لما بصيب الخليه، تمام، بيعمل عمليه تعطيل انه الخليه تنتج ام اتش سي كلاس 1، تمام. فبيحصل في الحالة هذه انه النيتشر كيلر سيل بتشتغل،
يعني وكأنه بنقول انه الام اتش سي كلاس 1 على خلايانا بقول النيتشر كيلر سيل ستوب، تمام؟ في حالة ما بكون فيش ام اتش سي كلاس 1، النيتشر كيلر سيل بتتعرف على الخلية وبتبدأ تتنشط وبتبدأ تطلع بيرفورين. تطلع ايش؟ بيرفورين. هذا البيرفورين بيعمل لي زي بور، زي فتحة في داخل السيل ممبرين بتاع الخلية، كويس؟ بعد هيك ايش بصير؟ هذا الخلية صار فيها اوبن زي فتحة، بيجي انزيمز بتطلع من النيتشر كيلر سيل اسمهم جرانزيمز، بتدخل في الخلية المصابة وبدخل الخلية على ابوبتوسز، على الوفاة، تمام؟ هذا واضح الفانكشن بتاعت مين؟ النيتشر كيلر سيل. في عندنا كمان الانترفيرون جاما اكتيفيت بوت ماكروفيج اند تي سيل. كمان الانترفيرون جاما اكتيفيت بوت، يعني ممكن ينشط الماكروفيج والتي سيل. اوكي، نيجي نطلع على الادابتيف اميونيتي. سهله الادابتيف اميونيتي. طبعا ايش يعني ادابتيف اميونيتي؟ ذاكرين، هو عباره عن هيومورال اميونيتي وسيلولار اميونيتي. هيومورال اميونيتي يعني ننتج انتي بودي، وكذلك ننتج ايش؟ سايتوتوكسيك سيل، تمام؟ اللي هي السي دي 8 سيل تتنشط، اللي هي السيلولار اميونيتي بسموها انتاج ايش؟ اللي هي تنشيط خلايا السي دي 8 سيل. الانتي بودي، ما لك انتي بودي؟ الانتي بودي طبعا بيستطيع انه يعمل اجينست الفيروس، تمام؟ بمعنى انه ممكن يعمل اوكي للفيروس قبل ما يصيب الخلية يرتبط معاه. والشغل الثاني، ممكن الفيروس هو طالع من الخلية اللي دمرها، ممكن كمان يرتبط الانتي بودي عليه. اوكي، اذا الانتي بودي له عدة اوجه من العمل، بيعمل معادلة للفيروس، بيعمل اوبزنايزيشن للفيروس، يعني مثلا وكانه مسك على الفيروس بيقول يا ماكروفيج تعال خدينا، لانه الماكروفيج لها مستقبل لهذا الانتي بودي، تمام؟ وكذلك نفس الشيء الانتي بودي لما بيجي على الفيروس ممكن يقول للكومبلمنت تعال يا كومبلمنت اشبك علي وشغل قوتك واعمل عمليه تدمير للفيروس. الانتي بودي كمان ممكن ايش؟ يساعد في قتل الفيروس من خلال طريقه اللي احنا ذكرناها سابقا، اي دي سي سي، انتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. اتذكروا هذه الطريقه. كمان السايتوتوكسيك تي لينفوسايت قلنا بتلعب دور، احنا لو تحدثنا احنا قلنا عندما ياتي الانترفيرون، خليني اختصر الجمل هذه، الانترفيرون ياتي وينشط الخليه وتبرز الانتيجين تاع الفيروس على سطح الخليه من خلال الام اتش سي كلاس 1، تمام؟ ايش بيحصل؟ السيتوتوكسيك تي لينفوسايت، ايش يعني سيتوتوكسيك تي لينفوسايت؟ اللي هي مين؟ خليه السي دي 8 بتشبك على الام اتش سي كلاس 1 وبتعمل عمليه انتاج بيرفورين، وكذلك ايش؟ جرانزايمز. عارفين ايش معنى البيرفورين والجرانزايم؟ زي ما حكينا في النيتشر كيلر سيل الان، تمام؟ وبيحصل عمليه الكل وبيدخل الخليه على وين؟ على الابوبتوسيس. هنا عندنا عباره عن تيبل بوضح لي ايش طبيعه الميكانيزم، انه والله ممكن يكون عندي انتي بادي، حاولوا تقرأوه، تمام؟ بانواعه ايش ممكن يعمل، والكومبلمنت كمان عندنا ايش ممكن يعمل، ذكرنا الكلام بس هنا عبارة عن سمري، وكذلك السيل ميديتد اميونيتي، تمام؟ انه الانترفيرون كمان ممكن يحفز التي هيلبر سيل، تمام؟ او التي سايتوتوكسيك كمان على اساس يعملوا عملية ايش؟ يساعدوا في عملية الكيلينج بتاعت مين؟ الفيروس انفكتد سيلز. اوكي؟ نيجي للنوع الثاني من الباثوجين، اميونيتي. اذا الان اميونيتي تو بكتيريا بشكل برضه سهل، هي عندنا هيومورال اميونيتي هنا ممكن تكون اجينست بكتيريا، المقصود فيها انتاج انتي بودي لمين؟ لبكتيريا بسموها اكسترا سيلولار بكتيريا. اوكي؟ وكذلك عندنا سيلولار اميونيتي لمين؟ اللي هو بتشتغل فيها اي، هنا طبعا بنشتغل فيها انتي بودي، هيومورال اميونيتي. سيلولار اميونيتي لمين؟ السيل سايتوتوكسيك سيل. وهذا بينفع لمين؟ للخلايا انترا سيلولار بكتيريا، يعني الخلايا اللي بتكون البكتيريا الموجود جوا اللي هو ايش؟ الخلايا العاديه. طبعا احنا بنعرف البكتيريا ان جنرال في عندنا منها جرام بوزيتيف، هذا الكلام احنا عارفينه، انتم عارفينه، جرام نيجاتيف. على كل الجرام بوزيتيف بكتيريا اللي بيشتغل معها عندنا هنا انتي بودي، يعني انتي بودي سبيسيفيك بامكانه يشبك على البكتيريا، اوكي، ويحصل عمليه فاجوسايتوسيس، يعني انه انتي بودي والله يوجد عندنا مستقبل للانتي بودي على خليه مين؟ البوليمورفو
نيوكليار سيل، تمام، او ليكوسايت اللي هي نيوتروفيل، او خليه الماكروفيج، معناه انه مستقبل على الانتي بادي، وبناخذ احنا الانتي بادي. او ممكن يجي عندنا مثلا انتي بادي بعد هيك اي جي ام، اي جي جي، اي جي ام، ويجي الكومبلمنت يقعد علينا ويعمل عمليه ايش؟ الكيلينج بتاعته. واضح؟ بشكل بسيط. الجرام نيجاتيف نفس القضيه، ممكن من خلال اللايبوبوليسكرايد، تمام، اللي عليه جرام نيجاتيف لايبوبوليسكرايد، يعمل عمليه تحفيز لمين؟ للكومبلمنت، او طريقه اسمها الالترناتيف باتوي بتاعت الكومبلمنت، وتمشي عندنا الكاسكيد بتاعت الكومبلمنت. طبعا ما دام الكومبلمنت تنشط حيعطي عندي انا فيلاتوكسين، على اساس انه مواد زي سي 3 اي وسي 5 اي هذول بيجذبوا الخلايا الاخريات، وكذلك بعنا السي 3 بي بتنشط وبصل الى مرحله بتكوين ايش؟ ممبرين اتاك كومبلكس، يعني يصير عندنا يهجم على الخلايا. In addition to the complement, defense against gram negative bacteria include specific antibody and phagocytic cell. يعني ممكن كمان الجرام نيجاتيف بكتيريا انتيبادي يشبك عليها. تمام؟ هذا بالنسبة للـ intracellular بكتيريا. احنا ذكرنا الـ intracellular بكتيريا شبيهة بشغل الفيروس، يعني ايش يعني؟ وكأنه اشي جوا الخلية، سموها intracellular بكتيريا، انه بيحصل عندنا وكأنه بنتعامل مع فيروس. innate immunity against intracellular bacteria، نفس المفهوم بتاع مين؟ بتاع اللي هو الفيروس. اوكي، في الـ innate immunity قلنا الانترفيرون مهم جدا. اوكي، وكذلك في عندنا الخلايا زي الماكروفيج بتعطي انترلوكين 12، ممكن ينشط الانترلوكين 12 خلايا النيتشر كيلر سيل، تمام، ويخلي النيتشر كيلر سيل تنتج انترفيرون جاما، والانترفيرون جاما يروح على الخليه المصابه وينشط انتاج قلنا الام اتش سي كلاس 1 والبروتيوسوم، عشان تصير في عرض عندنا لهذه الانتيجين الموجود. تمام، هذا بالنسبه لموضوع الانيت. الادابتيف اميونيتي، انه والله ادابتيف اميونيتي، اذا ذاكرين قلنا الانتيجين بريزنتنج سيل لما بتاخذ الميكروب بتروح بتعرضه على خلايا السي دي 4 سيل، اذا ذاكرين، اللي هي عباره عن تي هيلبر، قلنا بتكون عباره عن تي هيلبر زيرو، وبصير لها بولاريزيشن تو بي از تي هيلبر ايش؟ ها، عند تي هيلبر 1. اوكي، والتي هيلبر 1 بتنشط مين؟ بتنشط طبعا اللي هي السيتوتوكسيك سيل. اذا تي هيلبر 1 بتعمل عمليه انتاج كمان للانترفيرون جاما، تمام، وكذلك بتنتج كمان انترلوكين 2، ومالهم هدول بيعملوا عمليه تنشيط للسيتوتوكسيك سيل. والسيتوتوكسيك سيل مالك يا سيتوتوكسيك سيل؟ انا هروح للخليه اللي مصابه واللي عرضها للانتيجين، وانا حشبك على الانتيجين مع الام اتش سي كلاس 1 واعمل عمليه الدستركشن. وعارفين الدستركشن من مين؟ بيجي من خلال بيرفورين، وكذلك مين هو؟ الجرانزايمز. بعدين ممكن يحصل عنا انه والله انت يا بكتيريا كانترسيلولر وانت طالعه مثلا دمرت، ممكن انا اشبك عليكي كهيومورال انتي بادي، هيومورال اميونيتي، ويصير عنا برضو عمليه ديفنس وكانه بتعامل مع فيروس. نيجي للي اخر، اميونيتي للفانجس، في عنا نفس القضيه الانيت اميونيتي والهيومورال اميونيتي والسيل ميديت اميونيتي، مهمه في عمليه اللي هي الديفنس ميكانيزم. الفنجس بقول لي ممكن يدمر بعض احيان الخليه، لانه بعض احيان بينتج بعض من الانزيمات بتدمر الخليه، ممكن يحصل عندنا هذا الكلام. سيل ميديتد اميونيتي، سيل ميديتد اميونيتي امبورتنت برضه ضد الكانديدا البيكنز. اوكي، وممكن بعض احيان يحصل عندنا بعض من الفنجس زي الهيستوبلازما كبسولاتم، بضلوا ممكن عنده ملكات معينه يقدر يضلوا عايش جوا ايش؟ جوا الماكروفيج، وهذا الكلام وكانه بخرب من المناعه بشكل او باخر. المناعه اجينست باراسايت، الباراسايت هنا واضح موست كومبليكيتد انفكشن باراسايت. ليش؟ النيت اميونيتي از ويك ان اتاك الباراسايت، لان الباراسايت ممكن يكون ايش؟ حجمه كبير. والشغله الثانيه ممكن يكون عندنا الباراسايت بيعمل ايفيد، يعني ممكن يهرب، تمام، من المناعة. اوكي، فهذا الامر ممكن يكون موجود. الـ innate immunity against parasite the main function is upon the macrophage، يعني بعض احيان الكومبلمنت ممكن يشبك على الباراسايت على بعض من الانتيجينات ويحصل عملية الكاسكيد، بيحصل نوعا ما، تمام، او مثلا الماكروفيج بتاخده، لكن بعض احيان، تمام،
ما بكونش افكتيف، لانه بعض الاحيان ممكن يكون لارج باراسايت وما يصيرش له افكت بهذا العمر. بعض باراسايت بروتوزوا كان ليف اند سرفايف ودن ذا ماكروفيج، ممكن يضلوا في داخل الماكروفيج، يكون زي انترا سيلولار في سيلز في داخل البكتيريا، ممكن يحصل زي الملاريا زي التوكسوبلازما، بعض من الاشياء زي هي ممكن تكون انسايد. بعض احيان بصير عندنا بكون الهلمنت، بعض من اللي هو الهلمنت اوكي انفكشن، بيكونوا تو لارج، نوع من انواع الباراسايت، صعب يصير لهم انجلف اوكي. لكن ممكن يحصل يكون هناك يشبك عليهم انتي بادي تمام، او كومبلمنت مثلا اوكي، او بعض من الخلايا زي الماكروفيج بتعطي بعض من المواد تاعتها، بعض من الانزيم، بتعمل تحاول تعمل عمليه لايسيس لهذا المايكرو اوكي. لكن بصير عندنا صم ممكن من هذه الخلايا او من هذه الهلمنتس عفوا تعمل عمليه اكتيفيشن لمين؟ للكومبلمنت اوكي. بعض منهم ممكن يعمل عمليه ريزيستنس للكومبلمنت. الادابتيف اميونيتي اجينست باراسايت، يعني عندي باراسايت انتراسيلولار، السيت توكسيك تي لينفوسايت ممكن تشتغل ضد تمام، احنا عارفين هو كانه تعامل مع حاجه داخل الخليه تمام. ممكن يحصل بعض احيان ممكن الماكروفيج بيحصلها بعض احيان دمج انه من خلال الباراسايت اوكي. وبعض احيان هنا في الحاله حيتدخل الانتي بادي، الهيومورال اميونيتي عندنا تتدخل في هذا الامر. الهيومورال اميونيتي كيف عندنا بتتدخل؟ طبعا كما يقال بشكل مختصر في الموضوع هذا، انه بصير في عندنا دي اتاشمنت، يعني نوع من الريليز لبعض من اجزاء او بروتينات تاعت الهلمنت او الباراسايت، وحتاخذوا خليه الدندريتك سيل وتعرضوا على خليه التي هيلبر زي ما احنا عارفين النظام هذا، والتي هيلبر حتصير تي هيلبر 2 تمام، تي هيلبر 2 لينفوسايت، وحتتي هيلبر 2 بدورها ايش حتعمل؟ حتنشط البي سيل وتقول للبي سيل من خلال سيتوكاينز انترلوكين 4 و5 تمام، يلا تنشط يا بي لينفوسايت وكذلك تنشط يا ايزينوفيل تمام. وهيؤدي انه عندما تتنشط البي سيل يخرج او ينتج عندنا انتي بادي اي جي ايش اي جي اي تمام، وكذلك قلنا الايزينوفيل حيصير له عمليه الاكتيفيشن من خلال السيتوكاينز اللي ذكرناهم تمام. والسي دي 4 سيل اللي هي تي هيلبر 0 حتصير عباره عن ايش؟ تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 اللي بدورها حتنتج انترلوكين 4 زي ما ذكرنا، وانترلوكين 5، 4 هيقول للبي سيل اعطيني سويتشنج افتحي لي الخط على اي جي اي، وكذلك الانترلوكين 5 اكتيفيت لمين؟ للايزينوفيل تمام. بعض احيان الاي جي اي ممكن يشبك على الهلمنت، الايزينوفيل بعض احيان بيشبك من خلال الاي جي اي، يعني احنا قلنا الايزينوفيل الها مستقبل للاي جي اي، والاي جي اي ممكن يشبك على الهلمنت وتيجي الايزينوفيل وتطلع ايش؟ المكونات اللي عندها زي مين؟ زي سكريتد بيسك بروتين، وهذا امر مهم في موضوع ايش؟ انه هذا عباره عن ايش؟ سكريتد بيسك بروتين عباره عن توكسيك افكت بيعمل تمام على الهلمنتس اوكي تمام. والبيسك بروتين مهمه جدا لان اتس باورفول دان بروتيوليتيك انزايم او الاكسجين راديكلز تاعت اللي بيطلع من اللي هو النيوتروفيل او من الماكروفيجز، قصدي في عمليه الديفنس اللي بتحصل عندنا في الانتر في النيوتروفيلز وكذلك الماكروفيجز اوكي. هذا بالنسبه لموضوع الانفكشن، كيف بصير هناك ديفنس ميكانيزم اجينست، سواء كان عندي فيروس، سواء كان عندي بكتيريا، او سواء كان عندي باراسايت تمام او فانجس. وبهيك احنا بنكون انهينا طبيعة التعامل جسمنا أو الإميون سيستم مع هذه الأشياء. إن شاء الله الحلقة القادمة نتحدث فيها على طبيعة الإفيجن، كيف بتحصل عنا والهروب من المناعة.